وللمزيد من المتابعة حول وصول الرئيس إلى الأردن وإلى القاهرة من جديد، انضم إلينا هاتفيا من الأردن مراسلة النيل داما الكردي. داما، ما نتائج زيارة الرئيس عبد المنصور إلى الأردن حتى الآن؟ النتائج إيجابية قبل وصول الرئيس المصري إلى عمان. كان هناك ترحيب شديد من الجانب الأردني بهذه الزيارة. الزيارة تطرق الجانبان فيها إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وتحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاهتمام بشؤون أبناء الجالية المصرية المقيمة في الأردن. وقد جاء على لسان الناطق الرسمي باسم حكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني بأن هذه الزيارة تأتي تتويجا وترسيخا للعلاقات المتينة بين البلدين. نعم. دام هل الرئيس عدلي منصور غادر الأردن وأم ما زال هناك حتى الآن؟ اللقاء انتهى قبل ساعة من الآن، يعني التوقعات خلال ساعة أو ساعتين سيغادر الأردن. لكنه حتى الآن لم يغادر. نعم. طيب دام ليس لديك ملفات تتناولها هذا اللقاء، أبرز الملفات، أبرز القضايا، هل اللقاء تطرق إلى موضوع العمالة المصرية؟ أبرز الملفات تم مناقشتها مع الملك عبد الله الثاني؟ تم مناقشة العديد من الملفات، أبرزها طبعا الجالية أبناء الجالية المصرية الموجودين في الأردن، ملف العمالة، بالإضافة إلى موضوع الغاز. أيضا تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية وخاصة الملفين السوري والفلسطيني. نعم. وكما تعلم بأن الأردن ومصر على الدوام كانتا تلعبان دورا محوريا في القضية الفلسطينية. نعم، لكن ليس هناك ملفات أو مؤتمر صحفي لكلا الرئيسين أو أي منهما لم تصدر حتى الآن، أبرز ما لديك من معلومات حول هل هناك مؤتمرات صحفية أو غيره؟ لم يصدر إلى الآن أي تصريح فيما يتعلق بالمؤتمرات الصحفية. إذن أشكرك الزميلة داما الكردي متحدثة إلينا من الأردن. كان الرئيس عدلي منصور قد التقى أمس في الرياض مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أكد أن الدعم السعودي لمصر بلا حدود، كما شدد العاهل السعودي على وقوف بلاده ضد كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية خصوصا الإرهابيين منهم. ومن جانبه أعرب الرئيس منصور عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري ودعمها المستمر لمصر في ظل الظروف الحالية. في أول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه رئاسة البلاد في يوليو الماضي، توجه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور إلى المملكة العربية السعودية. الرئيس منصور عقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، كما قدم الشكر والتقدير للمملكة قائدا وحكومة وشعبا لوقوفهم إلى جانب مصر. المصرية السعودية متشعبة وهناك طموحات مرتفعة جدا فيما يخص المرحلة المقبلة. المملكة العربية السعودية حريصة على أن ترى مصر بتعود إلى مكانتها العربية ومكانتها على مستوى دورها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط. هذا الدعم مستمر سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي، وكما تعلمون المملكة كان لها دور محوري في الفترة الماضية في توضيح حقيقة ما جرى في مصر وحقيقة الأوضاع ما بعد 30 يونيو. السعودية هي أول دولة اعترفت بثورة 30 من يونيو وقدمت لمصر بشكل مباشر دعما ماديا واقتصاديا، لا سيما بعد تأكيدات خادم الحرمين الشريفين على وقوف المملكة شعبا وحكومة مع أشقائهم في مصر ضد الإرهاب والفتنة وكل محاولات المساس بشؤون مصر الداخلية. المملكة العربية السعودية أسهمت في هذه الرؤية الجديدة وأكدت لمصر أنها ستظل على هذا الدور وهي حريصة على أن ترى مصر تعود لتلعب دورها. المملكة العربية السعودية ومصر هما قطب العمل العربي المشترك، وهناك احتياج حقيقي لأن تعمل هاتان الدولتان العربيتان الكبيرتان سويا في المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن المملكة قدمت لمصر منذ ثورة 30 يونيو حزمة مساعدات اقتربت من 5 مليارات دولار. كما عملت على صعيد الدولي لوقف التهديدات التي كان يشنها الغرب على مصر. تأكيدا على عمق العلاقات المصرية السعودية في المجالات كافة، جاءت زيارة الرئيس منصور إلى المملكة لتبرهن من جديد وللجميع على أن مواقف الأشقاء كانت دوما داعمة سياسيا واقتصاديا. من داخل قصر ولي العهد بمدينة جدة السعودية، فوزي جدل، النيل. وللمزيد من المتابعة تعليقا حول جولة الرئيس عدلي منصور، انضم الينا هاتفيا دكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الامريكية. دكتور سعيد، تحياتي لك اولا. ما اهمية جولة الرئيس منصور وتحديدا بدايتها بالمملكة العربية السعودية ثم الانتقال في زيارة سريعة جدا الى الاردن؟ شوف، من المهم جدا بعد اي تغيير نظام سياسي في اي بلد ان يبقى في علاقات دولية قوية. فطبعا اي زيارة من رئيس النظام السياسي الجديد الى الخارج هو اعتراف بشرعية النظام اللي موجود، هي تقوية لهذا النظام، هي ايضا رسالة للجميع ان هناك نظام جديد وهذا النظام يمارس صلاحياته الشرعية والقانونية الدولية. فطبعا زيارة الرئيس عدلي منصور للسعودية والاردن يعني بتؤكد هذا. اضف الى هذا الاعتراف اللي قاله الرئيس الامريكي في الامم المتحده اوباما في النظام اللي موجود، وانه هو كان ينتقد النظام السابق، وده قالها امام ممثلين كل دول العالم. فطبعا ده ايضا تاكيد للاعتراف ولشرعيه النظام القادم او الموجود في مصر، وان النظام السابق انتهى وان احنا في نظام جديد. وده كانه ايضا اعتراف بشرعيه ثوره 30 يونيو او الموجه الثانيه من الثوره المصريه. طيب دكتور سعيد، يعني وجهه نظر حضرتك، لماذا اختار الرئيس عبد المنصور كل من السعوديه على وجه التحديد كي يبتدي بها جولته الخارجيه او اول جوله خارجيه له ثم ينتقل الى الاردن؟ هل هناك دلالات تقراها في ذلك؟ لماذا لم يذهب على سبيل المثال الى دوله يكون بيننا وبينها عدم اعتراف بثوره 30 من يونيو او اي مشكلات او عوائق؟ لماذا اختار تحديدا هذين الدولتين؟ هو شوف، ما يعني اغلب الدول بتعترف واقرت بهذا، لان حتى لما بتجد ان اشتون رئيس الاتحاد وزير خارجيه الاتحاد الاوروبي تاتي الى مصر وتقابل عبد المنصور، ما هو ده اعتراف واقرار بان هذا النظام من وزير خارجيه. لكن ايضا في ذات السياق دكتور سعيد، يعني هي التقت ايضا بممثلي حزب الحريه والعداله. ما يهمش، هي ما هماش رؤساء الجمهوريات السابقين او اي حاجه، هي قابلت ناس بتتصور طبعا حزب، لكن يعني اقرار بان هم يمثلوا نظام موجود او نظام يعني حياتي الى الحكم، هي خلاص اقرت بان في وبتقابل ممثلي هذا النظام الجديد في مقابلات عديده. فطبعا ده واضح قوي. الاختيار طبعا السعوديه والاردن هام جدا، دي دول اقليميه يعني، وكانت من اوائل الدول اللي ايدت الموقف الشعب المصري والثوره المصريه، فحب طبعا ان هو يعني يعطي تاكيد لهذه الصداقه والروابط الاستراتيجيه مع الدولتين دول، وطبعا يحضر يقوم بزيارته كرئيس مؤقت للنظام السياسي الجديد. وطبعا نعم، ده اهم جدا انه يعمل الحكايه دي. طيب دكتور سعيد، وحضرتك متخصص في علم الاجتماع السياسي، يعني بوجهة نظر كمتخصص في علم الاجتماع السياسي، هل الرئيس من الافضل له ان يقوم بدورات خارجيه متعدده حتى يقوم وفتح علاقات جديده مع افاق مع الدول المتعدده، ام التركيز في الشان الداخلي من الافضل له في هذه الفتره؟ لا لا، الاثنين مش متناقضين، يعني انت داخلي مهم والخارجي مهم. طبعا كل ما يعمل زيارات خارجيه هو طبعا اقرار واعتراف بالنظام السياسي الجديد الذي جاء في مصر بعد الموجة الثانية من الثورة، وده كانت الموجة دي كانت متوقعة أصلا واتقالت قبلها. فطبعا ده مهم جدا إنه يأتي إنه يقوم بزيارات لدول أخرى، يعني بالذات دول أو دول غير مجاورة حتى، يعني عندك مثلا السودان، يعني محتاجين نبقى في علاقات قوية مع السودان لأن أوضاع السودان مهمة لمصر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الصادق، أستاذ علم اجتماع بالجامعة الأمريكية، متحدثا معنا عبر الهاتف.
قال القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن 30 من يونيو كان نقطة فارقة في تاريخ مصر، وإن الشعب خرج خوفا على وسطيته وبلاده ومستقبله. وأضاف السيسي في الجزء الثاني من حواره مع المصري اليوم جريدة المصري اليوم أن اهتمامه يوم 30 من يونيو كان منصبا على متابعة الأوضاع على الأرض وتقويم التقديرات التي سبق التوصل إليها والاستعداد للتدخل لتأمين وحماية المواطنين والممتلكات العامة إذا ما حاول أي طرف الإخلال بالأمن وتهديد المواطنين والمنشآت. أما عن تأجيل إصدار البيان بعد انتهاء مدة المهلة فكان الهدف منه هو إعطاء المزيد من الوقت للتواصل الجاد بين الأطراف وعدم التعجل في اتخاذ القرارات. وافق مجلس الوزراء على شطب جمعية الإخوان المسلمين من قائمة الجمعيات الأهلية، وكلفت اللجنة الأمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور حازم الببلاوي، والتي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر من عام 2013. وكلفت الوزارة وزير التضامن الاجتماعي بشطب الجمعية من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي. كانت هيئة قضاء الدولة قد قررت في وقت سابق من اليوم عدم الطعن على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والذي يقضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها، وتضمن الحكم السابق حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وكذا جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة تتفرع منها، وكذلك التحفظ على أموالها العقارية والمنقولة والسائلة. وقد تم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة ما تم التحفظ عليه من أموال. على جانب آخر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011 بما يتضمنه من قبول للإخطار المقدم من الدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، وما يترتب على ذلك أيضا من أثر. استشهد صباح اليوم مجند وأصيب آخر إثر هجوم مسلح على كمين شادوف بمنطقة الجبيل الجمركي غرب مدينة بورسعيد، وهما من الجنود التابعين لمديرية أمن بورسعيد. وقد قامت إدارة البحث الجنائي بمعاينة مكان الحادث وتطويق المنطقة بالكامل للوصول إلى الجناة، حيث أكدوا شهود العيان أن 4 ملثمين يستقلون دراجات بخارية هاجموا بالكمين ببندقيات آلية ولاذوا بالفرار هاربين. وبرغم من الأجواء الاحتفالية التي تعيشها مصر حاليا تزامنا مع الذكرى 40 لنصر أكتوبر العظيم، إلا أن هناك مازال هجمات إرهابية لا تهدأ بعد حتى بعد مرور 3 أشهر عن عزل الرئيس محمد مرسي. هذا يتحول قوات الجيش والأمن وبمعاونة المواطنين الشرفاء الرافضين للإرهاب إعادة الاستقرار لمختلف ربوع البلاد وضبط الخارجين عن القانون والمطالبين أمنيا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو حتى الدينية والحزبية. مجددا، ورغم الأجواء الاحتفالية التي تعيشها مصر بمناسبة الذكرى 40 لنصر أكتوبر العظيم، أطل الإرهاب وجهه القبيح ليفسد فرحة المصريين عبر هجمات هدفها لأوحد تكدير الأمن العام وإرهاب المصريين وسفك المزيد من دماء حماة الوطن من عناصر الجيش والشرطة. الهجمات الإرهابية جاءت في مناطق متفرقة، ولكن سيناء كعادتها كانت دائما المسرح الرئيسي. ففي أعقاب إحكام قوات الجيش والشرطة لسيطرتهم على البؤر الإرهابية في شمال سيناء، انتقلت عمليات الجماعات المسلحة الإرهابية لجنوب سيناء وتحديدا مدينة الطور، في هجوم راح ضحيته 3 من رجال الشرطة وأصيب 48 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مديرية أمن جنوب سيناء. القصد الرئيسي من تلك العمليات ليس احداث تغيير سياسي في مصر كما يدعي انصار الاخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الاسلاميه في مصر الان، ولكن هو محاوله الضغط على الحكومه القائمه في مصر للدخول معهم في نوع من المفاوضات السياسيه والمساومات السياسيه. واندلعت شرارة العنف عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي في أعقاب تظاهرات لملايين المصريين نزلت في مختلف محافظات الجمهورية لتطالب برحيل مرسي عن الحكم. قوات الأمن بدورها سعت لإعادة إحكام سيطرتها وإعادة الأمن لمختلف ربوع البلاد والسعي لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية،
فالهدف الواضح كان إعادة الأمن لمصر والمصريين. وكان تطبيق القانون ولا زال هو الهدف الأبرز لتعامل الدولة مع قيادات تنظيم الإخوان وكوادره من المتورطين في ارتكاب عدد كبير من الجرائم والمخالفات، منها التحريض على العنف والاعتداء على المنشآت العامة والشرطية والمواطنين. الإخوان المسلمين يعانون من أزمة عميقة جدا، وأنه فور أن تنتهي مثل هذه الفورة من العنف المسلح وأن يتم وقفها سيكون هناك مراجعات شديدة جدا سيتم داخل الجماعة، ليست بشكل إرادي، ولكن أظن أن انقسامات حادة جدا ستشهدها الجماعة بين شباب الجماعة وبين قياداتها.